السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم الإخوة السودانيين والأخوات في كل مكان. ربنا يديكم الصحة والعافية وربنا يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. الناس يلا يا اخواني خواتي في كل مكان، الكلام اللي هنقوله ده كلام خطير ولازم لازم الرسالة دي تصل بالله على اي زول بيجي بيسمعني الان. اول حاجة اليوم الاربعاء الموافق 19 يونيو، الاربعاء الموافق 19 يونيو 2024. حبابكم والله كلكم أخواني وأخواتي في الداخل وفي الخارج، ربنا يديكم الصحة والعافية وربنا يحفظكم. إخواننا الناس ما تتباخل لنا بعمليات الشير، واللايك في كل مكان، الناس بس تعمل لنا الشير ولايك عشان في كلام خطير، في كلام لازم يصل، في رسائل لازم تصل يا اخواننا. شاركوا في كل مكان، في كل مكان الناس تعمل شير، في كل مكان الناس تعمل لنا شير. حبابكم والله كلكم، كل الاخوه والاخوات، ربنا يحفظكم ربنا يديكم الصحه والعافيه ان شاء الله. وطن قريب، انهيار الجنجويد، انهيار الجنجويد، ارحكم ساعدونا بعمليات الشير واللايك، الشير وكثروا من اللايك دائما عشان نبدا، عشان نتكلم، عشان انت تعرف الحاصل، فكتروا من الشير واللايك سريع سريع عشان نخش في التفاصيل. طيب مجددا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في البدء الرحمة والمغفرة على أرواح شهدائنا الأبرار، شهداء معركة الكرامة، وشفاء عاجل لكل الجرحى، مواطنين عسكريين ربنا يديهم الصحة والعافية وربنا يشفيهم. الرحمة والمغفرة والخلود لذاك الفتى، الرجل الشجاع، الرجل الذي حيثما وجد كانت الانتصارات. الرحمة والمغفرة على شهيدنا، شهيد معركة الكرامة، شهيد أم درمان، شهيد الوطن ياسر الشريف المهدي. والله كان لي الشرف وكان لي الفخر إنه أتواصل مع هذا الرجل المناضل، الرجل الجسور، الرجل الشهم، الرجل اللي كان مدافع عن وطنه. ياسر الشريف المهدي واحد من الرجال اللي جاتهم فرصة السفر لأمريكا عبر اللوتري، لكن رفض وقال أنا حكون موجود مع أخواني وأخواتي في الصفوف القدامية مدافعا عن أرض الوطن، ومدافعا عن العرض، مدافعا عن التراب. ياسر كان لي الشرف بانه اكون صديق له واكون واحد من الناس اللي بيرسل لي في واتسابي وبيتكلم معي وبيدردش معي كثير جدا جدا، وانه بقول لي انشر واتكلم واقول وسوي. ياسر انا كان بالنسبه لي واحده من الناس اللي بيديني داعي مدافع وبيديني المعلومات المؤكده والحقيقيه من المعارك اللي بتحصل على مستوى ام درمان ككل. رحم الله هذا الرجل، رحم الله ياسر، وتقبله وأسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رحمة الله عليه. بالله كل الإخوة والأخوات الموجودين، دعواتكم لهذا البطل، لشهيدنا ياسر، ربنا يتقبل إن شاء الله، وتعازينا لكل أخوانه، لكل أسرته، لكل دفعته، وتعازينا لكل أبناء الوطن العزيز السودان، وتعازينا الخاصة لأسرته، ربنا يتقبله وربنا يصبركم على فقده. ونحن ما بنبكي على الأبطال، والله لن نبكي على هؤلاء الرجال، لكن على دربهم بإذن الله سبحانه وتعالى سائرون. رحم الله كل شهداءنا. إخوتي وأخواتي الأفاضل الأكارم، ربنا يديكم الصحة والعافية وربنا يحفظكم. وأنا حقيقة زي ما قلت لكم عشان ما يضرب البث المباشر، لأنه والله بعاني كمية من المعاناة في أنه أطلع لايف، كمية كبيرة جدا جدا من المعاناة في أنه أفتح لايف بسبب البلاغات الدائمة على الصفحة. عشان كده الناس اللي حريصة على أنها تسمعنا دائما، أعملوا شير في كل مكان، خلوا البث ده يمشي، أسي بيضربوا اللايف
كل يوم شغالين معي بنفس القطر، كل يوم شغالين بنفس الفكره دي انه يضربوا اللايفات. عشان كده الناس يساعدنا بالشير واللايك. شير يا اخوان، شير ما بيتكلفك حاجه، انت موجود شير ولايك، شير ولايك، كثر من الشير واللايك على اساس انه استمراريه البث دي مهمه جدا جدا. انا داير شير ولايك في كل مكان، الناس تعمل لنا شير ولايك يا جماعه، بالله الناس تعمل شير ولايك، راحكم ساعدونا بالشير واللايك. طيب الموقف العمليات يا اخواننا، زي ما الناس شايفه وزي ما الناس عارفه، الانهيار بتاع ميليشيا الجنجويد، الانهيار اصبح وشي انهيار تام لميليشيات الجنجويد في عده محاور. عمليات التسليم اللي كل الناس شافتها، الا انه الليله في موضوع طالع اشاعه ما في اي عمليه بتاع التسليم ل 15 عربيه، دي حاجه اول حاجه نحن نطلع نثبتها. الليله ما استسلمت مجموعه من الجنجويد في شندي ولا الكلام ده، لكن المجموعتين اللي كانت امس واول امس، مجموعتين من ميليشيا الجنجويد، وانا حتكلم على الموضوع ده لانه التاليف بقى فوقه كتير جدا جدا حول انه الناس دي ممكن يغدروكم، الناس دي ممكن يسووا لكم، الناس دي ممكن يعملوا لكم يا اخواننا. طيب اعملوا شير، طيب الناس تشير زي ما قال اخونا ده، الناس تشير. مساله المجموعه اللي استسلمت للقوات المسلحه، المساله دي مهمه جدا جدا انه الناس لازم تعرف، وانا ده جاي ودار اتكلم لك عنه، جاي لكل شيء يا اخواننا اللي انا اتكلم فيه، كل التفاصيل انا هتكلم عنها، بس الناس تشير. لكن اهمها في حاجات لازم نتكلم عنها، الجزئيه المهمه شديد في الكلام ده يا اخواننا، انه الراي العام اللي بدا يطلع يتكلموا في انه المجموعه اللي استسلمت وطريقه التعامل معهم، قتلوهم، سووا لهم، افعلوا لهم، اتركوا لهم. وفي ناس بتطلع بيتكلم في امر عسكري بحت جدا جدا في مساله انه كيف استسلموا، كيف عملوا، كيف تركوا، كيف سووا، كيف فعلوا. انا جاي دار اتكلم في التفاصيل دي، جاي دار اوصل للشعب السوداني انه الحصل شنو، التفاصيل شنو. اول حاجه يا جماعه، اول امس، والكلام ده ما اول امس فقط، الكلام ده قديم جدا جدا، انه مجموعة في داخل مصفات الجيلي لها عملية بتاعت كونتاكت مع بعض من القوات المسلحة والقوات المشتركة، سموها قيادة الحركات، ويحلوا لكم هاي في تواصل، والتواصل ده يا اخواننا كان في إطار مسألة معينة اللي هي مسألة انهم شنو، الاستسلام، والروم كل التفاصيل الممكنة، التواصل ده وروهم كل التفاصيل الممكنة، طريقة خروجهم، طريقة الخروج بتاعتهم من جوا مصفات الجيلي، من جوا المصفات بتاع الجيلي، انه الطريقة اللي ممكن يطلعوا بها كيف، والقوة اللي ممكن تلاقيهم وتستلمهم، والقوة اللي حترافقهم، والقوة اللي من الجيلي او خارج الجيلي بتستلم منهم السلاح وبتسوقهم، بتوصلهم لحد مباني الفرقة. اخواننا ما في حاجة قاعد تحصل ساي، اسمعوا الكلام ده كويس، ما في حاجه قاعد تحصل صاي في البلد دي. انه تسمع بس انه في الاعلام يقول لك يا اخي في مجموعه استسلمت، في مجموعه استسلمت. الاستسلام ده اخواننا عنده شروطه. وبعدين دار اقول لك حتى الناس اللي استسلموا يا اخواننا ما تفتكر انه بس من نفسهم كده مش استسلموا صاي، اتواصلوا. اول حاجه حصلت كونتاك، اي في كونتاك، في كونتاك حصل، وطلعت مجموعه سبع عربات في اول يوم. وانا اديك المعلومه اللي انت ما عارفها، المجموعه بتاع السبع عربات طلعت دي في يوم من الايام كانت بتتبع لواحد من القيادة الحركات اللي هو الطائر حجر او الهادي ادريس بالتحديدا، كانت بتتبع لهم السبع عربات دي، كانت بتتبع لواحد من الناس دي. اديك المعلومه دي تماما، لما حصلت عمليات ضغط كبير جدا جدا من 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 قيادات المشتركه والحركات على اي زول في داخل الميليشيا دي، ليهم يوم من الايام كان جزء من حركه جيش تحرير السودان قبل الانفصال حقها او قبل ما تتفصل حركه جيش تحرير السودان، الكلام ده اخواننا من بدري وجهت قياده القوات المشتركه او قياده حركات الكفاح المسلح نداء لكل الناس دي. القيادات دي يا اخواننا لما نتفاهموا او التواصل بتاع الاستخبارات مع هؤلاء الميليشيا الدائره تستسلم دي يا اخواننا، الناس دي وضعوا لهم برامج استراتيجيات معينه يمشوا عليه. بالفعل طلعت مجموعه سبع عربات في منطقه انا نسيت اسمها، واجهتهم الاستخبارات هناك، استلمتهم الاستخبارات. ركز معي في الكلام ده لان عشان ما يقول لك انه الكلام الداير في الميديا ده يا اخواننا، انا ما عارف، لقيت كده غريب جدا جدا. استلموهم من هناك يا اخواننا وجردوهم من السلاح، اتجردوا من السلاح والكتا
ومشوا لحد ما وصلوهم مباني الفرقه واستلمت القيادات المشتركه وقياده الحركات المسلحه. اديك لعب على بلاط عشان تفهمها تماما. طيب استلمون جابوهم جردوهم وفي عمليه بتاع التحقيق جاريه معاهم. ده ما اشوف البتاع استخبارات انا مفروض ذاتي ما اقوله لك، لكن انا بقوله لسبب معين عشان الاعلام الرايج في انه يا اخي الناس ديل بقتلوكم، الناس ديل بخونوكم، الناس لا 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 عزيزي الفاضل، انا بس داير اثبت لك الجزئيات دي انت دارك تستوعبها. جابوهم جردوهم من السلاح، عرباتهم قاعده، الناس ديل في المكاتب بيتعاملوا معاهم وفق البروتوكولات او الاستراتيجيات العسكريه بالنسبه للاسرى وبالنسبه للناس الاستسلموا المعروفه دي. جانب دي جانب اول، ركز معي، دي مجموعه اولى استسلمت. انس بنفس الطريقه في مجموعه برضو كذلك من 8 عربات بنفس الطريقه اللي هي نفس اللي كانت بتتبع للجماعه دي ذاته في عمليه بتاع التنسيق، في تنسيق، هاي في تنسيق مسبق على اساس انه الناس دي شنو يثبتوا يطلع فهمت؟ حصلت عمليه بتاع التنسيق مسبقا بانه الناس اللي استسلموا بالفعل طلعوا بنفس الطريقه اللي استلمتهم الاستخبارات، ما تعاملت معهم برده الفعل بتاعتك انت قتلوهم سووا لهم، ما حيجيك زول ثاني حيستسلم لك يا عزيزي الفاضل. ما في زول ثاني حيجيك، حتى الداير يجي ذاته اللي عنده نفس انه داير يجي، ما انت شوف داير انت الان ما ممكن تطلع اعلاميا تقول يا اخي لا سووا لا 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 حبيبي. القيادة العسكرية اخواننا الاستخبارات العسكرية ما بتتعامل بردود الافعال اللي ممكن اللي بتنتج منك انت حاليا، لا يمكن ان تتعامل بنفس النسق، ما ممكن. بتحصل عملية بتاعت فحوصات للعربات لشنو لتفاصيل كثيرة. استسلم المجموعات استسلمت والان بيتم التعامل معهم وفق البروتوكولات العسكرية المعروفة. الان ما في عملية عشان انت تشيل الكلام ده من راسك، لا في مسألة بتاعت انه خيانة، لا في مسألة بتاعت شنو، في استخبارات شغالة عارفة نفسها بتسوي في شنو، يطمئن ما في حاجة ما في اشي. استسلموا هاي الان، لا بقتلوهم ولا اسمع، ما بقتلوهم ولا شيل الكلام ده من راسك، هي بتعرف تماما تتعامل معهم هناك الان. طيب اذا الاستخبارات العسكرية بتتعامل بردود الافعال انه يقتلوهم بنفس الفكرة دي واعلاميا الناس بتتكلم في نفس الجزئية دي، ما انت كده يا اخواننا بتمنع انه حتى الزول اللي الان تخيل انه الافضل انه الناس دي يستسلموا بالتي هي احسن ويجوا وتمسكوا تتعامل معاهم بتحت بطريقته، ولا يقودوا معركه يقتلوا لك فرد واحد بس من القوات المسلحه. يعني احنا بالنسبه لنا فرد واحد من القوات المسلحه اغلى من كل الميليشيا بتاعت الجنجويد. عشان كده يا اخواننا انا بقول الكلام ده. والانهيار وشيك. وبالنسبه للجيل دي يا اخواننا امره منتهي، انا بقول لكم بالواضح ما حتكلم في جزئيه، امر الجيل منتهي، النص ده امره منتهي بالواضح كده. امره منتهي، ركز معي في الكلام ده بقول لك، ده امر الجيل ده منتهي تماما. الجيش عارف نفسه بيسوي شنو، امره منتهي، انا ما داري اخش في اي تفاصيل. ده جانب بالنسبه للليله، الليله طبعا طلعوا ناس بيتكلموا ويحاولوا انه في عربات استسلمت، ما في يا اخوان. ما في والله، ما دي ما بجيب لك حاجه زي، ما في اي 15 عربيه استسلمت الليله ولا التفاصيل ده. ما في اي كلام زي ده. اشاعات ساي مقرضه، ما معروفه ذات الفكيه منو ولا هنا، ما في كلام زي ده. ده الموضوع الاول اللي انت لازم تركز فيه، انه ده الحاصل بالنسبه للعربات التم التعامل مع الاستخبارات العسكريه بطريقتها. احنا ما عندنا شوف، مش استسلموا واستلموا لحد هنا خلاص امرنا انتهى ثاني بطريقته. اخواننا الناس تعمل شير دي حاجه اولى. الحاجه الثانيه والمهمه شديد، الموقف العمليات على مستوى ولاية الخرطوم. الحصل شنو؟ أول حاجة يا إخوان، أنا امبارح ما طلعت لايف، لكن الشيء اللي حصل على مستوى المدرعات، الحصل على مستوى المدرعات ده بيأكد لك إنه الانهيار الحقيقي بالنسبة لميليشيات الجنجويد. أنا لحد اللحظة تواصلت مع ناس، لأنه بجيب المعلومة من المصدر يا إخوان، ما من مصدره، من المقاتلين ذاته نفسه اللي موجودين داخل، لحد اللحظه دي فوق ال 300 قتيل باحصائيه عديل كده حسب ده من المعركه بتاعه تنس. دق المدرعات دي، ده غير اللي استلموهم مجرحين، جرت الميليشيا ذاتها نفسها خلته، والله ميليشيا جرت خلت ناس مجرحين، استلمت القوات المسلحه لا موجودين عندهم، دخلوهم يعالجوهم، والله جد زي ما اقول لك دي اخلاق القوات المسلحه. فوق ال 300 دقيقة ما هو
دقهم دق ما طبيعي. مدرعات دي شغاله يا اخوانا والله بتكمل المليش، وفعلا كملته مليش المدرعات دي يا اخوانا. مين بدت الحرب دي لحد اللحظه دي؟ ما اكل لها كم جنجويت يا اخوانا بتحسبوا؟ انا ما دار ابالغ، انا ما دار ابالغ، لكن انا متاكد تماما الماتج والمدرعات دي بس في المدرعات، المدرعات دي ما اقل من 26 27 الف فما فوق من مليش الجنجويت والله زي ما اقول لك. مدرعات دي الكلام برا. التحيه لكل الرجال، التحيه لسعادته نصر الدين، التحيه للرجال في داخل المدرعات، التحيه للرجال، الرجال في داخل المدرعات وعلى راسهم سعاده اللواء نصر الدين والكارب اخو الاخوان مهند بسبحه الفلج اللي بيتعرفوا مليش الجنجويت ديل وكل الجنود والضباط والمستنفرين وكلهم الموجودين جوا، تحيه لهم، تحيه كبيره جدا جدا لهم. شقالين والله مشوا نظفوا الليله اخواننا. كانت في فرصه للمدرعات انها اشتغلت على عمليه نظافه بعض الاحياء غير جبره وغير كلها، اشتغلت على بعض الاحياء الليله عمليه بتاعت نظافه كبيره جدا جدا على مستوى منطقه الخرطوم. اشتغلت التحيه لهم. كذلك على مستوى المنطقه بتاعت الخرطوم وسط الطائف تحديدا، في الطائف دي حصلت عمليه بتاعت ضربات بتاعت مدفعيه لاوكار ميليشيات الجنجويد في الطائف تحديدا، ضرب بالملي بس بالملي كده بالملي على مستوى الطائف ضربات ما في كلام، شغل بتاع ضربات موجهه في قيادات موجودين هناك. انا ما باكد لك المعلومه، ما باكد لك، لكن المعلومه اللي وصلت انه عثمان المدعو عثمان عمليه انه موجود، ودي ما مؤكد يا اخواننا، انا بقول لك كلام ده كلام الناس تحت. المعلومه اللي وصلت للتدوين ده انه المبنى بتاع الطائفه اللي اتضرب ده، في معلومه بتاكد عفوا بتقول انه داخل المبنى ده عثمان عمليات، وده السبب اللي خلى استهداف المدفعيه انها تستهدف المبنى بتاع الطائف ده تحديدا، مبنى الطائف. المعلومه دي انا بقولها لك، انا ما متاكد منها، حتى المصدر ذاته بيقول الكلام ده، فهمت؟ في الطائف بيقولوا انه الضربه دي المبنى اللي اتضرب في الطائف فيه عثمان عمليات ومعه بعض كبارات قادات الميليشيا الموجودين المدسين في داخل الطائف هناك. المعلومه دي وصلتنا بالطريقه دي، والله اعلم هل الكلام ده انه هم ماتوا، المبنى اتدمر لكن هم ماتوا ما ماتوا، دي انا ما متاكد منها، لكن المعلومه جات للاستخبارات بتقول انه في داخل المبنى ده واحد اثنين ثلاثة أربعة كده وتم تدوينه، ما معروف. طيب حبيبنا احمد السيد يا اخي الله يديك العافيه يا اخي، شكرا. الحاجه المهمه جدا، الحاجه المهمه جدا في الكلام ده انا اللي داير اوضحها للناس، انه جهاز الامن عليك الله قولوا امن يا جن، امن الجن بلد دي فوق امن شقال، وقفوا الاعلام بالمناسبه دي معلومه الناس ما تعرف، والله وقفوا الاعلام يا اخواننا، امن يا جن وقفوا الاعلام، بقوا شقالين تحديدا في شرق النيل، عمليات 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 ثقيله في شرق النيل، والله في شرق النيل يا اخوان قاعدين في شرق النيل والله جخ، والله وقفوا كل العمليات الاعلاميه يا اخوان، شقالين جخ. وانا افتكر الناس اللي في شرق النيل وتحديدا في عارفين انا قاصد شنو من الكلام، والله جد انا بقول لكم الكلام انا شرق النيل. ها ها الحاصل في شرق النيل اللي عنده ثلاثة يوم قاعد يحصل شنو في شرق النيل؟ حق امنية يا جن، حق قسما بالله حق محمد صلاح التحية لك، حق زي الحق وكتامي، تحية لي يا هذا الاستخبارات العامة حياة العمليات جن يا تحية اليوم والله، وين ما وكانوا وين ما وجدوا بسيفين بسيف البعد للكيف، مبروك عليكم والله شغلكم مبروك. ده جانب يا اخواننا. الجانب الثاني اهلنا في المناقل ومنطقه الهدى اللي دخلت الميليشيا بتاعت الجنجويد
ودارت معارك فوقه بحمد الله سبحانه وتعالى استطاعت القوات المسلحة والعمل الخاص في عملية بتاعت استرداد منطقة الهودة وتحكلت فوق على مستوى المحور القربي بتاع المنادل وتحركت بعض المحاور. وأنا الكلام اللي بقول لكم ده الآن وبتشوفوا بعض المحاور الآن. انتظر يا كيكل، مش قلت قاعد في شارع النيل؟ انتظر يا كيكل وشوف البلبرك. بقول لكم أهلا في الجزيرة، حانت اللحظة بتاعت العمل الحقيقي، وعندنا المعلومات اللي بتفيد بانه تحرك المتحركات على مستوى محاور الجزيرة الشغلة دي هتكمل. شغل الهودة ده شغل بتاع جنجر، استلام بطريقة واضحة، دق الجنجوي دق كتل واستلام وتفاصيل تقيلة على مستوى المحاور. وتحركت المحاور ذات نفسها تحركت، والله انا زي ما اقول لك المحاور تحركت. المحاور اتحركت يا حبايبنا جاكم. طيب الليلة حصلت عمليات على مستوى الكدرو. الكدرو الكدرو فيها شغل استلام مدرعة إماراتية، والله العظيم عديل ميدي نيو اي اي صح، مدرعة إماراتية صناعة إماراتية، هي ما طبعا ما حتكون مصنعة في الإمارات، والله قبضوها الأخوان مان الرجال في الكدر الليلة قبضوا المدرعة الإماراتية، ودي صورة قاعدة وطفاء إماراتية عديل كده أقول لك والله والله جد استلموها قنقر منهم والله مدرعة. حي الله جيش الكدر، حي الله حطاب الرجال في حطاب الصمو. والله أفي سبحان الله الناس ما سألت نفسها سؤال إنه في مواقع للقوات المسلحة والقوات المسلحة شغالة على عملية بتاعت رب طيلة الفترة كانت بالدافع في مواقع يا أخواننا هي ما بتسقط ولا حتسقط ليوم الدين. الآن المواقع دي بدأت تربط مع بعض، أم درمان يا أخواننا وادي سيدنا مع حطاب مع الكدر ومع العيلفون، شوف الخضة كيف مع العيلفون مع وين مع المدرعات مع المهندسين مع القيادة سلاح الإشارة. دي ما الدولة كلها يا أخواننا، لو قريت المواقع ده خطيته في خريطة كده في راسك كده بس خطيته في الأرض كده وخطيت بتلقى إنه في حلقات بتاعت وصل ما بين النازل بين المواقع دي، في حلقات بتاعت وصل والله جد في حلقات بتاعت وصل بين المواقع دي يا أخواننا، المواقع المذكورة دي في حلقات بتاعت وصل. عشان كده يا أخواننا دي شوف أنا ده أقول لك حاجة والله وده كلمة بقولها لك، وقت ما ترتبط المواقع دي مع بعضها البعض الخرطوم والجزيرة اتحررت، وده كلام بقوله لك والله. أنا حقول لك المعلومة دي، المواقع دي لاحظ هنا، المهندسين ركز معي، المدفعية المدرعات عفوا المدرعات المهندسين تكساس وادي سيدنا سلاح الإشارة حطاب القيادة العامة العلفون، أقسم بالله العظيم دي كم موقع؟ أنا حسبت لك 7 مواقع. الآن المواقع دي لما تلتقي مع بعضها البعض أقسم بالله العظيم الخرطوم اتحررت والجزيرة اتحررت وحياة الله بقول لك بالواضح والله أنا بحلف لك عديل دي 7 مواقع التقت مع بعض ربطت والله الخرطوم اتحرر كلها والجزيرة اتحررت، وده أنا بقول لك عديل كده. وده الآن شغالين على بالمناسبة اسمع كلامي ده كويس، وأنا أفتكر إنه تحرير بحيكون قبل ربط المواقع دي. تعرف السبب شنو؟ انهيار سايلم خوف سايلم ميليشيات الجنجويد حينهيهم والله جد. ده جانب. طيب الليلة اخواننا حصلت عملية بتاع التدوين لميليشيات الجنجويد على مستوى احياء الثورات وماتوا منها 3 4 5 اخواننا الله يفضل بالضرب يا جماعة. ايش عملوا لنا شير ولايك شير ولايك شير ولايك شير ولايك، كتروا من الشير ولايك اخواننا، شير ولايك ثبتوا لنا البث ده، بس دي الحاجة الوحيدة اللي داير اقول لكم شير ولايك، لانه عندي رسالة مهمة لقيادات القوات المسلحة، رساله مهمه جدا جدا لقياده القوات المسلحه وكذلك يا اخواننا للشعب التشادي، لانه في موضوع خطير جدا جدا يا اخواننا. راحكم يا اخواننا شير ولايك، كتروا من الشير ولايك، ثبتوا شير ثم لايك شير ولايك. طيب المنطقه بتاعت مبدات تكلمنا عنها كثير جدا جدا، وهي اكثر اماكن التضرر منها بتتواجد فوق الميليشيا بتاعت الجنجويد، واكثر الاماكن اللي بتتضرر منها الثورات اللي هو جزء من احياء امبدات
انا ما بقول كلها، جزء من احياء ام بدات. ولما كان الطيران يا اخواننا بيضرب على مستوى المناطق بتاعه دار السلامات اللي هو منطقه بتاعه غندهار وعده مواقع، الكلام ده يا اخواننا ليه؟ لانه المناطق دي يا اخواننا مناطق بتاعه تواجد كثير جدا جدا للميليشيا بتاعه الجنجويد على مستوى المنطقه دي. والله انا زي ما بقول لك، طيب الليله منطقه الثورات حصلت فوق عمليه بتاعه تدوين عشوائي من قبل، هو ما عشوائي، تدوين مقصود من قبل الميليشيا بتاعه الجنجويد على مستوى الاحياء. ليه وصل المرحله لحد مستشفى النو؟ مستشفى النو ذات الليلة اخواننا فيها واحد من الشباب ديل استشهد، ربنا يتقبله ان شاء الله، ومجموعة يا اخواننا منه، مجموعة ما واحد فرد، مجموعة استشهد. عمليات بتاع الضرب بالصواريخ، طيب انا بوجه الرسالة من هنا وبقول الكلام ده، المسألة دي اخواننا دي نهاية الجنجويد، وكلامي ده كده لكل السكان بدي يعني درمان والخرطوم والمناطق دي، اسمعوا كلامي ده كويس. المليشة دي على مشارف الانتهاء، لايف قاعد يضرب يا اخواننا لدرجه انه بيختفي من عندي وبيسرطاني بيختفي. الشغالين معنا شغل الناس يا اخواننا، الناس تعمل شير، كتروا من الشير واللايك، كتروا من الشير واللايك، شير ولايك، كتروا من الشير واللايك، طيب شير ولايك، كتروا من الشير واللايك يا اخواننا، راحكم شير ولايك، محتاج شير ولايك. طيب المنطقه بتاعت ام بدات المليشيا يا اخواننا، ورينا القوات المسلحة، القوات المسلحة عرفت المعلومات انه حتى مواقع المدافع دي، طيب الناس دي يا اخواننا في المبدة الحارة ال 14، ناس مبدة الحارة ال 14 السكان، هما ما انا ما افتكر انه مبدة الحارة 14 دي حيكونوا فوق سكان، لكن في مدفع هناك يا اخواننا ده دونبون منطقة بتاعت مستشفى النو والحارة التامنة والتازعة واللولة، المدفع تم التدوين به الثورة التازعة والتامنة واللولة ده موجود في المنطقة بتاعت ال 14 من ال 14 من منطقة 14 ومبدع اللي هي بتقع الاتجاه الجنوبي جغرافي لسوق ليبيا، جنوب جغرافي لسوق ليبيا ده المدفع ده هناك، ومدفع تاني يا اخواننا نزل خدتنا على مستوى المنطقة بتاعت دار السلامات في ودعيثة، في منطقة ودعيثة، في منطقة ودعيثة دي برضو يا اخواننا خاتين فيها مدفع هناك شغالين به عمليه بتاعت استهداف للمواطنين العزل في بعض الاحياء احياء الثورات. انا بطمئن هنا اي حتحصل عمليه بتاعت خسائر، ودي رسالتي لكل المواطنين وكل الناس الموجودين، المليشة على مبدا الانهيار وحتشتغل شغل بتاع قطاطه وشغل بتاع ضر، اسمعوا كلامي ده كويس، حتشتغل شغل بتاع ضر في الايام الجايه. والله جد انا بقول الكلام ده اخوان للاخوه والاخوات لكل الناس عشان الناس تعرف المعلومه دي، الناس اللي حيشتغلوا شغل بتاع ضر هم الان على مبدا النهايات، نهايات عديل، مبدا النهايات. فعشان كده اخواننا الناس تاخذ الحيطه والحذر، هاي القوات المسلحه حتقوم بعمليات ضربات للمواقع بتاعت متى ما تبين او اينما تواجد المدفع وين عرفته حتضرب القوات المسلحه. لكن الناس دي الان بدوا في شغل بتاع قطاطه وشغل بتاع التدوين العشوائي، والأسوأ من التدوين العشوائي انه كل المناطق اللي بيطلع منها اخواننا بيزرعوا فيها الغام، والله يا اخوان بيزرعوا فيها الغام. انتوا عارفين اللي حصل في الدوحه، الشهيد ياسر اللي اتصاب الضرب وغيره يا اخواننا، الناس دي لقوا مجموعه من الالغام على مستوى منطقه الدوحه، والله انا بقول لكم الكلام ده، الناس دي بيزرعوا الغام، شوف الحقد في 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 المواقع السكنيه، هم بيكونوا طبعا فكرتهم انه الجيش وما الجيش، الجيش طبعا ده جهه مؤسسيه اخواننا، مؤسسيه لا يمكن انه شنو تزرع على القام في داخل بيوت المواطنين، لكن دي فكره المليشيا عشان بيقولوا انه يصطادوا بها القوات المسلحه، والقوات المسلحه عارفه الكلام ده وقادره تتعامل معه. لكن يا اخي لما تتفجر قنبله في منطقه ويتقطع منها ناس، ده من فعل المليشيا لانها بتزرع الالقام في المواقع دي، والان هي شغاله على الكلام ده في كل موقع تطلع منه يا اخواننا بتزرع فوقه. عشان كده انا كلامي ده بوجهه للمواطنين، اي زول عاد الخرطوم او مدرمان ركزوا معي في الكلام ده، وحتى لاهلكم يا اخوانا عليكم الله الكلام ده، ودوا للجميع، الجميع وصلوا له، اي زول رجع خرطوم او مدرمان جاء، اي زول جاء راجع انا دايركم توجهوا له رساله، قول له اي حفره في الارض او اي حاجه لقيت انها يعني بتوحليك بانها حاجه عسكريه ما تقرب عليها، امشي اقرب وحده بلغها قول لهم يا اخي تعالوا تعاملوا لنا مع الحاجه دي،
اي زول رجع كان شرق النيل شوف بيتك ذاته كانوا فوق الجنجويد يزرعوا فوق. ركز مع البيت اللي بيقعدوا فوق ذاته منه يجوا طالعين بيحفروا الارض جوا. حتى العمارات يا اخوان الكلام ده ما استثنى منه حتى الناس الساكنين في العمارات. حتى العمارات يا اخوان الناس الغرف في الشقق اخواننا تحت السرير بخطوا بجدته. عشان كده انا الكلام ده بقوله لكل الناس رجعت واللي الان حابه انها ترجع اي حاجه يتعامل مع الحاجات دي بحذر شديد بحذر كبير جدا جدا يتعامل مع الحاجات دي. لان الناس دي حاقدين والله حقدهم على عليك انت كمواطن. خليك من الجيش يحاربهم الناس دي كلها اكتشفت ان حربهم مع القوات المسلحه حربهم ضدك انت كمواطن حربهم ضدك انت. انت عارف في الدوحه دي الناس دي في شارع واحد قوات المسلحه قدرت تفك اكثر من 32 لغم. قادر تتصور الحته دي اكثر من 32 لغم في شارع واحد من احياء الدوحه. شوف شوف الناس دي وحقادهم اللي بيسووا فيها. فالناس تحذر الناس تحذر دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه جدا الحاصل على مستوى تشاد واعملوا شير يا سودانيين اعملوا الشير. دارين الكلام ده يوصل. اول حاجه الشعب التشادي التحيه لكم. نحن نثبت حاجه نحن ما عندنا مشكله مع الشعوب. حتى دوله الامارات الاسم نتكلم عنها دي نحن ما عندنا مشكله مع شعبها نحن مشكلتها مع حكامها. الكلام ده يا اخواننا اتمنى اي ذول يخطوا فينا نثبت الحاجات. نحن ما عندنا مشكله مع الشعوب مشكلتنا مع الحكام. فمن هنا انا بوجه رساله بتاع التحيه للشعب التشادي. الشعب التشادي دي رسالتي لكم كسوداني انا محمد ابو الدهب وداير اوجه لكم رساله لكل الشعب التشادي ودايركم تقطعوا الرساله دي توصلوا له. اول حاجه التحيه لكم. نحن شعبين بنتعامل ونحن بنحترمكم كشعب. نحن ما عندنا مشكله معاكم كشعب. نحن مشكلتنا مع الحكومه اللي بتدعم الميليشيا انها تقتل السودانيين. الشعب التشادي عندكم مئات بل الاف من الطلبه اللي بيدرسوا على مستوى الجامعات السودانيه. لما حصلت قامت الحرب دي جزء كبير جدا منهم نزحوا مشوا الشماليه. جزء منهم مشى الجزيره. جزء منهم وصل لحد كسلة. ما في زول ساله. ما في زول يتكلم عنهم. ما في زول يوم واحد وسكم. طلبة موجودين عندنا هنا على مستوى البيوت ما في ذول يتكلم عنه. الآن الحصل على مستوى تشاد في المطار ده أنا بقول لكم والله عشان ما يطلع ذول يتكلم في إطار لا القوات المسلحة ولا القوات المشتركة ما عندها فوق دخل نهائي لا من بعيد ولا من قريب ما عندنا فوق دخل. لكن أنا حوريكم النشطة اللي بيطلعوا في الميديا التشاديين اللي بيدعموا ميليشيات الجنجويد. ركزوا معي كويس. في نشطة بيدعموا ميليشيا الجنجويد تشاديين بيدعموا ميليشيات الجنجويد بيطلع على مستوى الميديا بيروجوا للكلام ده بيروجوا للتفاصيل انه القوات المشتركة مع القوات المسلحة هي فجرت المخازن بتاعت الزغير الموجودة على مستوى الأحياء المحيطة بين مطارين جنبينا وماتوا على إثرها مئات المواطنين. قال لك من اول حاجه نحن بنقول لكم بكل وضوح ده شأن داخلي بخصكم انتوا. ما عندنا مع شغله لا قواتنا المسلحه ولا القوات المشتركه لها دخل بالكلام اللي حصل على مستوى المطار ده. لكن لو دارين تعرفوا الحقيقه ما دارين تدخل في شأن. لكن لو دارين تعرفوا الحقيقه حنقول الكلام حنقوله لكم الان واسمعوا مننا. اول حاجه للشعب التشادي انه يعرف تماما انه النشطة بتاعين الجنجويت الان اللي بيطلعوا النشطة التشاديين من ضمن انجواكم بيطلعوا بحرضوا على اساس انه المشتركة والقوات المسلحة هم اللي قاموا بعمليات التفجير. اقرا الكلام ده كويس ايها المواطن التشادي والكلام ده برضه لاهلنا السودانيين. انت بتفتكر انه ليه محاولة انه اثبات التهمة على القوات المشتركة وعلى القوات المسلحة انها قامت بحاجة زي دي باغتيال المدنيين في داخل تشاد؟ ليه بيحاولوا انه يقولوا؟ للاسف في ناس الان سايقين الخط بيقول لك نحن يدنا طويله. لا لا والله يا حبيبي الفاضل نحن ما عملنا الحاجه دي والله نحن ما عملنا لا القوات المشتركه ولا القوات المسلحه لا القوات المشتركه ولا القوات المسلحه ما عملوا التفجير ده نهائي. لكن نشط الجنجويت التشاديين الداعمين لميليشيات الجنجويت
داري يثبتوا الكلام ده. وللأسف هنالك نشط السودانيين بيقولوا نحن اللي عملنا، وديل الجنجويد بيلقوها فرصة. اسمع كلامي ده كويس، المخطط ما كعب. الجنجويد بيلقوها فرصة. نشط التشاديين الداعمين لميليشيا الجنجويد طلعوا قالوا يا اخي اها، واستشهدوا ببعض اخواننا اللي بيشتغلوا على الداعمين للقوات المسلحه، استشهدوا بيقول لهم عانوا يا تشاد، ما قلنا لكم انه ديل السودانيين دي القوات المسلحه ودي المشتركه قاموا قتلوا؟ انت عارف ليه؟ انت عارف ليه الان هم بيطلعوا يقولوا الكلام ده؟ عشان داري يستقلوا ابناء القبائل التشاديه من الفلاتة ومن قيرو ومن القبائل على اساس انه شنو؟ قول لهم انه السودان، انه السودانيين هم اللي فجروكم عشان يستعطفوهم، لانه دخلون جوا ميليشيا الجنجويد. اسمع كلامي ده كويس، داري يستعطفوا القبائل التشاديه لانه يا اخواننا فشل مشروعهم، فشل هاي فشل مشروعهم فشل، عشان كده داري يستعطفوا القبائل التشاديه. ما تسوقوا الناس بالخلا، ما تسوقوهم. عشان كده الشعب التشادي واعي، وانا دي رسالتي للشعب التشادي. اسمعوا كلامي ده كويس، اول حاجه نحن مشكلتنا مع الحكومه، هاي الحكومه هي سبب رئيسي في قاعد يحصل لنا. من اللي ما عارف انه محمد ادريس دبي هو دعم الجماعه دي عبر وزير الخارجيه الاسبق اللي اسي شاله؟ طيب الحصل شنو؟ التفجير ده اسبابه شنو؟ للشعب التشاد انا بقول، مع انه انا ما داير اقول، لكن اوريكم انه المخطط الخبيث ماشي وين. اول حاجه يا اخوانا، الشيء اللي حصل ده ما جوا المطار، مخازن بتاع الذخيره، مخازن بتاع الاسلحه وذخيره حوالين المطار. طيب الحصل شنو؟ في حاجتين حصلت. الحاجة الأولى، كلكم بتعرفوا تماما إنه دويلة الشر ودعمها المستميت لميليشيا الجنجويد عبر شنو؟ عبر مطار مجرس، صح ولا ما صح؟ عبر مطار مجرس. طيب طلعوا الشعب التشادي الموجود على مستوى مجرس نفسه، طلع بتتذكروا الكلام ده، طلع في مظاهرة كبيرة جدا. ده دليل على إنه شنو؟ نحن الشعوب ما عندنا مشاكل في بعض، ما تخلقوا لنا أزمات. طلعوا المواطنين في منطقة مجرس، طلعوا بمظاهرة كبيرة جدا جدا، قالوا يا أخي نحن ما دارين مطار هنا بيكتل أخواننا السودانيين، أقسم بالله العظيم زي ما أقول لكم قالوا ما دارين. وصل بول حل لحد ما تم المطار انتهى. بدت دويلة الشر تستخدم شنو؟ تستخدم المطار الرئيسي. الكلام الان الداير جوا الساحه التشاديه بيقولوا انه شوفوا، بيقولوا انه محمد كاكا ما كان رئيس، لما الان بقى رئيس قام قطع الرصين اللي كانت موجوده، حتى شال وزير الخارجيه اللي كان له علاقه وطيده جدا جدا مع دوله الامارات، شاله برا وجاب زول ثاني. طيب الكلام الحاصل الان ده انه بيقولوا انه دوله الشر نفسها هي قامت بعمليه بتاعه التفجير هذه المباني، تفجيرها ليه؟ لانه رات انه محمد كاكا ما نفذ ليها الاشياء الطلبتها منه، وانه ماشي على مبدا اخر، مبدا اخر. عشان كده قاموا بعمليه بتاع تفجير المخازن بتاعه الاسلحه التابعه للجيش التشادي. ركز معي كويس، مخازن الذخيره واسلحه التابعه للجيش التشادي، والله جد قاموا بعمليه تدمير. طيب ليه؟ عشان داري يضغطوا كاكا ده، دايرين كاكا ده يضغطوه على اساس انه يسمح بعمليه بتاعه تجنيد ابناء القبائل التشاديه، بل هو نفسه يساعد في عمليه بتاعه تجنيد ابناء القبائل التشاديه عشان يخشوا. شوف المخطط الخبيث ده ماشي لحد فين، داري يضغطه. طيب كاكا هو ما كان مقصر؟ ما كان مقصر، كل الناس عارف الكلام ده، لكن الان التفجير اللي حصل ده نحن اول حاجه نثبت انه نحن كسودانيين لا قوات مسلحه لا مشتركه ما عندها علاقه بهم. دولة الشرق هي قامت بعملية التفجير، ليه؟ لأنه تغيرت السياسة بتاعت محمد كاكا، والكلام ده أنا كنت قلته قبل فترة. الكلام ده أنا طرحته قلت لكم تغيير الموقف الخارجي، وده عنده أسبابه. فكاكا الآن بدأت عملية بتاعت تغيير موقفه، قاموا بعملية ضرب المخازن بتاعت الأسلحة التابعة للجيش التشادي عشان يركعوا إنه يستخدموه في عملية بتاعت تجنيد منه؟ تجنيد القبائل التشادية ودخوله في المعركة في السودان عشان تحقيق مصالحهم. والكلام ده ما قلته انا، الكلام ده قالته حتى الامم المتحده، انه دعم لدوله تشاد بمليار و500، وده قالوا بعادل 80% من الميزانيه التشاديه، 80%. طيب ال 80% ده اول حاجه اقول لك حاجه، في عربات 1200 عربيه بلعه والله يا حمد كاك،
بطريقتكم يا دولة الخمارات معه بلع عديد محمد كاكا 1200 عرايب تذكرون اللي كانت في ديواله اللي كانت جايه بلع قال لهم وين انا ذاته محتاج سوى لها كده الاسلحه اللي سوى لها فقامت دويلة الشرب عمليه تحت التفجير اللي حصل له دايره تضغطه طوال الزول قام وزع شنو في قوه من الجيش مشى وزع على منطقه مستوى منطقه الحدود ركز معي في الكلام ده كويس طيب هنا شنو هنا طلعوا النشطاء الداعمين لميليشيات الجنجوي بخطابات انه يا اخي دايرين يخلقوا ازمه قالوا انه بيت عندنا اثباتات انه النشطاء السودانيين قالوا انه ده يدنا طويله وانه نحن اتضربنا المشتركه والقوات المسلحه هي اتضربت المطار بتاع عنجرس المطار بتاع عنجمينة او مخازن الاسلحه بتاعت عنجمينة نو لا ضربناها ولا شفناها ولا ده شأن داخلي بخصكم وريناكم ما عندنا معادقل لكن النشطاء دي بيحاولوا يأججوا الصراع ده ليه النشطاء الشاديين الداعمين للميليشيا بتاعت الجنجويد بيحاولوا يأججوا الصراع ليه ليه دايرين يأججوا عملية بتاع الصراع دائم اسمع كلامي ده كويس عشان القبائل الشادية في بعض القبائل الشادية انت كشادي لما تسمع انه كده 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 مواطن انا بخاطب الشاديين كشاديين الان لما تسمع انه السودانيين الجيش السوداني قام بعمليه بتاعت مثلا انكزاب مثلا المشترك او الجيش السوداني قاموا بعمليه بتاعت تفجير المخازن الاسلحه بتاعت الجيش والله نحن برضه بنحترم الجيش الشادي بالمناسبه ما عندنا مشكله معه حكومه قاموا بعمليه بتاعت تفجير المخازن بتاعت الاسلحه والتفجير ده قنابل ماتوا منها مئات المواطنين المواطن الشادي طوالي بيخش في ذهنه شنو؟ بيخش في ذهنه ايوه ديل داري يدمروا دولتنا، داري يدمرونا نحن كمواطنين، داري يسووا لنا، صح؟ ده اي مواطن بتصل الرساله دي لما يعرف انه ديل السودانيين، طيب حيكون رده فعله شنو؟ معناته رده فعله تلقائيا اذا لقى طريقه حيخش مع الجنجوي اذا لقى طريقه سوداني من العربات بتاع البساط اللي بتجي خاشه الان من السودان لنجمينا داري يحرقوا معناته هنا شنو؟ الكسب منه كذبة الميليشيا بتاعت الجنجويد بمنو بانه المواطن الشادي نفسه اللي ما كان داير دخل معاها في الحاجه دي لذلك يا اخواننا اخواننا الشاديين الشعب الشادي هؤلاء المطبلين لميليشيات الجنجويد اللي بيطلعوا على مستوى الاعلام وبيتكلموا ديل داري يجروكم نحن والله شعوب انتوا شعب ونحن شعب بيناتنا علاقة قديمة وأزلية بنحترم الشعوب وما عندنا مشكلة معاكم كشعب وإنتوا كشعب عارفين إنه حكومتكم دعمت التمرد داخل الدولة السودانية والآن بتحاول إنها تخلق تنظف يدها ونحن كلنا عارفين لكن نحن يستحيل نتمنى الموت للشعب الشادي ولا الكلام ده ما بنتمناه على الإطلاق فلذلك رسالتنا دي توصل لكم لا قواتنا المسلحة ولا ده شأن داخلي قامت به دويلة الشر وكل الأشياء قامت بها دويلة عليكم السلام حسام قامت بها دويلة الشر في عملية بتاع الضرب المخازن بتاعت الذخيرة للجيش الشادي على أساس إنها تجبركم تجندوا مزيدا من المقاتلين وتدوا مليشيا الجنجويد ده كل الحاصل فنحن علاقتنا بيننا وبينكم علاقة أزلية نحترمكم كشعب وبتحترمونا كشعب والتداخل والتزاوج والتفاصيل دي كلها بيناتنا فما في حاجة زي دي بتحصل لا من الجيش ولا من المشتركة ده الحاصل الموقف العمليات على مستوى الفاشر موقف تمام والوضع فوقه مية مية ما في أي إشكالية على مستوى الفاشر التدوين ما زال التدوين التدوين ما زال التدوين آخر حاجة والناس تعمل شير ما قالوا الحارس المندوب بتاع السودان الدائم للأمم المتحدة أول حاجة أنا بحييك والله راجل وأسلجت صدورنا والتحية لك الأخ الحارس وين ما كنت وإنت بتأدي في واجبك اتجاه وطنك ونتمنى إنه كل القيادات أو كل ولي أمر في الدولة السودانية يكون عنده الشجاعة إنه يقول يسمي الأشياء بمسمياتها زي ما إنت سميتها أول حاجة الكلام اللي قاله الحارس ده كلام يعني أسلج الصدور وأثبت إنه بالدليل القاطع إنه دويلة الشر هي
كل الناس عارفة، لكن لما يتقال كلام زي ده على مرمى العالم كله، لدرجة إنه القنوات الموجودة الآن تقطع الجزئية بتاعت إنه دولة الإمارات هي السبب الرئيسي والتفاصيل دي. وأكثر جملة وأكثر عبارة عجبتني من قال عندما كنا ندعم، شوف الكلام ده كيف، حركات التحرر الإفريقي. واللي ما بيعرف سنة 1962 نحن اللي أدينا نيلسون مانديلا جنسية أو جواز سوداني وصيغة سودانية، اسمع الكلام ده كويس. سنة 1962 لما كنا بندعم حركات التحرر الإفريقي، أين كانت هذه الدولة؟ ما كانت موجودة. تخيل إنه الدولة السودانية منحت نيلسون مانديلا البطاقة بتاعت الهوية السودانية. لما كنا بندعم الدول وحركات التحرر الإفريقي، لم تكن هذه الدولة موجودة. العبارة دي حترسخ كده في أسهن وفي أسهن أي سوداني. ده تاريخ، يعني ما في طول بيكذب التاريخ. 1962 نيلسون مانديلا ادينا ولناي، قامت هذه الدولة سنة 1971. منو فينا ما بيعرف؟ ده جاهل. الكلام اللي قاله الحارث ده هو ذاته أساسا يعني أوفى وكفى، وما في ما في حاجة، ما في عبارات تقال أساسا. لكن التقصير رسالة لقيادة القوات المسلحة. لما نقول قيادة القوات المسلحة كده، طلعوا لي منهم السيد الفريق أول ياسر العطب كده ياسر العطب ده خطه جنبه، لكن خلينا نوجه رسالة للقائد العام، السيد القائد العام البرهان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشعب السوداني ده كله بيتساءل، خليك من أي حاجة تانية. حتى قائد الجيش أول قائد مساعدك السيد الفريق ياسر العطب نفسه بيتساءل إذا كان الليلة المندوب الدائم للسودان اللي أنت نفسك بتتواصل معه بيطلع بيقول الكلام ده على مرمى واسمع العالم كله، وبدين هذه الدويلة بطريقة واضحة. نحن ما زلنا منتساءل تساؤلات. اللي بيخلي سفير دويلة الشر موجود على مستوى بورسودان شنو؟ السيد القائد العام اللي بيخلي سفير دويلة الشر يكون موجود على مستوى بورسودان لحد اللحظة دي شنو؟ لا طلع تقرير من وزارة الخارجية، لا طلع تقرير من المجلس السيادة، لا طلع تقرير من أي جهة في داخل البلد بتوضح إنه الأسباب اللي بتخلي إنه سفير الدولة الآن بتدعم التمرد ما زالت يكون متواجد على مستوى بورسودان، وفي نفس الوقت عندك مندوب دائم لدى الأمم المتحدة بيطلع بيقول كلام الرجال، الكلام اللي بيصدق صدر أي مواطن سوداني. إذا في حاجة بتستدعي إنك المفروض إنه تكون في شفافية، ونحن تكلمنا في التفاصيل دي قبل اليوم، قلنا لابد من تكون في عملية بتاع الشفافية بين القيادة وبين الشعب. وشوف لما بديت إنك أنت تطلع في كل يوم اليوم الثاني على أساس إنك توجه، خلقت عملية بتاعت التفاف شعبي، التفاف حقيقي. الليلة في تساؤلات كثيرة لأبناء الشعب السوداني بتقول إنه ما ممكن يكون في مندوب بيتكلم بالطريقة دي بتاعت الرجال، بيطلع بيتكلم بالطريقة دي، وفي نفس الوقت يكون في نفس الدويلة نفسها اللي نحن بنشتكي فيها الآن زول بكون موجود على مستوى منطقة بورسودان سفيرة. كيف الكلام ده؟ كيف الكلام ده؟ أنا والله اتسألت وحاولت ما لقيت أي حاجة، وتراسلت وتواصلت. ليه باقين على هذا المعتوه موجود عندنا في بلدنا؟ دولة دي نحن ما دارين معها علاقات، ما دارين معها إذا هي بتقتل فينا نحن كسودانيين، وبتقتل فينا ما دارين معها. شنو يعني في مغتربين هناك ما يجوا يا أخي؟ هو الرزق اللي عندهم ربنا قال لك لو ضاقت بك، بقول لك لو ضاقت بك دير لله ألف دار، في ألف دولة ممكن تمشي تقعد فوقها يا أخي. دي ما حجة. عندها شنو يعني مثلا بنك الخرطوم يا اخي ما تشيله يا اخي، قرف يقرفوا انه مو بنك الخرطوم. شنو يعني كان حقهم؟ قول نفترض انه بنك حقهم، شنو يعني بنكك يعني؟ شنو يعني يا اخي؟ ما يطردوهم يا اخي، افضل انه طلعوهم من بلدهم، والافضل اللي بيموتوا ديل بسبب دويلة الشر يا انت اللي بتعلق لي. شنو يعني مواطنين قاعدين في الامارات ولا الخمارات يا زول؟ يموت السودانيين الموجودين جوا ديل بسبب ايه؟ بسبب سلاحه، ولا افضل انه ديل يطلعوا يجوا بلدهم ويسافروا اي دوله في دول العالم ده يشتغلوا عادي؟ المشكله شنو يعني مثلا؟
لو طلعوا كلهم من دويلة الخمارات دي ومشروهم دولة تانية المشكلة شنو يعني؟ ما يطلعوا يا أخي. تقول لي يا أخي عندك عندك عندي كم يعني؟ 100,000 ما يطلعوا يا أخي. ما هي بتقتل في ناس الآن الميتين دي كم من المواطنين؟ كم من المواطنين قاعدين يموتوا؟ بسببها يا أخي ما دارين علاقات معاه يا أخي. إذا بيتكلموا عن مكة الخطوب دي يخدوا لهم شنو يعني يا أخي؟ ما عندنا تقنيين سودانيين بكرة والله ينشؤوا لنا بنوكة مش بنك بنوكة شنو يعني؟ نحن ما زلنا بنتساءل السيد القائد العام السيد وزير الخارجية السادة أعضاء المجلس السيادي السيد نائب القائد العام الفريق كباش فريق أول كباش السيد ياسر العطا كلكم اللي بيخلي سفير دولة الكلام ده يا إخواننا أتمنى تكون وزارة الخارجية تطلع بتصريحات واضحة اللي بيخلي سفير دولة إنت الآن بتقتل فينا بتختصف فينا بتدمر فينا بتسرق في ذهبنا سفيرة يكون موجود في بلدنا شنو؟ اللي بيخليه يكون موجود في بلدنا شنو؟ ماسك عليكم حاجة؟ شنو يعني لو ماسك عليك حاجة أكبر من ملموت اللي قاعد يحصل ده يعني مثلا؟ عشان كده نحن والله منقول كلامنا نحن منديكم فترتنا ومنقول لكم بكل وضوح الزول ده طلعوه من بلدنا اطردوه ما دارين تعامل مع هؤلاء البشر ما دارين تعامل معاهم اطردوا السفير ده لانه ممكن نطرد نحن كمواطنين بالمناسبه وده لو حصل حيكون الموقف غير عشان كده نحن بنوجه لقيادتنا قيادة القوات المسلحة بنقول لهم انه جاوبونا يدون السبب مقنع للشعب السوداني ده يا كمان نحن والله في بور السودان دي بنحرض على ناس هناك والله بنقول لكم بطريقة واضحة بنقولها تاني عشان ما تقعدوا السودانيين اللي بيموتوا ديل دي هم ما عز منهم والله بنحرض على ناس جوا في بور كلامي ده تذكروه طلعوا مننا لانه نحن قادرين نحشد والله قادرين نحشد اهلنا وقادرين نحشد السودانيين وين ما كانوا في بورسودان دي والله نطلع عليكم من اصغر بني ادم لحد اكبر والله كلها تطلع بعكاكيز بسكاكين بكله لذلك اتمنى انه من قياده القوات المسلحه تطلع بطريقه واضحه يتوجهنا لمسألة معينة إنه البغى يا كمان طلعوا زول طلعوا من بلدنا طلعوا أطردوا لنا من بلدنا هذا المعتوه ما دايرين تعامل مع هؤلاء الناس حيكون بيننا وبينه متار ليوم الدين تاني بعدها إلا تمشي هذه اللحمة أي حاجة تتعلق به زايد ولا قرف ديل كلهم انتهوا كلهم انتهوا بعدين بعدين حتى تجد قيادة جديدة حقيقية بعدين ممكن الناس تفكر في إنه الدولة بتكون موجودة والقيادة تفكر في إنها تقدر تتعامل معهم حاليا كلامنا بيقى واضح لحد هنا انا ما داير اطير الكلام انه الكلام بيقى كثير جدا جدا لكن ان شاء الله ايها الشعب السوداني في كل مكان ان شاء الله حنجيب لك الاجابه ونطلع نقولها هنا في مقبل الخمسه يوم القادمه دي ولو ما جبناها اسمع لو ما جبناها في خمسه يوم جايات انه طلعنا قلنا لك الظل طرد او طلعوا ببرنامج معين من هنا حنعلن عمليه بتاعت حشد والمره دي حنستبيح واسمعوا كلامي ده كويس حتكون الكلام ما كويس حنحشد والله حنحشد على مستوى بورسودان كلها كل بورسودان حنحشد الكلام ده انا بقوله الان الله يديكم الصحة والعافية ربنا يحفظكم والناس تعمل شير اعملوا شير الان اللايف ده شير ولايك وحنتواصل اللايفات حتكون متواصلة والموضوع ده انا حقفله لحد هنا موضوع طرد السفير ده انا حقفله انا ده حقفله لحد هنا خمسة يوم بعد خمسة يوم بإذن الله أطلع بعد خمسة يوم حطلع يوميا لكن الخمسة يوم ده حتكون مدة بتاعت انتظار حنجيكم بالزيت بتاعه ينطرد يا جاتنا المعلومة الحقيقية لوجوده يا حنبدأ في عملية حشد بطريقتنا تانية طبعا ومنعرف الطريقة ونحن ما حنطلعه نحن منودي ما حنطلعه هوي ما حنطلعه نحن حنودي كلامنا واضح صح يبقى إذن ده كلامنا ودور رؤيتنا فيه
ربنا يديكم الصحة والعافية إخوتي وأخواتي السودانيين، ربنا يحفظكم وين ما كنتم. نحن مع بعض والله، قلبنا على بلدنا، وما في زول كبير على الوطن ده إلا إنتو كشعب سوداني. ربنا فوق والشعب السوداني وقواتنا المسلحة، دايرين نحن ودايرين إنتو كشعب يبقى، ما في حاجة، دايرين إنتو كشعب بيبقى. عشان كده نحن مع بعض وحنستمر مع بعض إلى آخر جنجويتي وننتهي منه. حفظكم الله وين ما كنتم، أواكم الله، ربنا يديكم الصحة والعافية، ربنا يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.